كولومبيا. ما بقول له محلين وتراجع اخر الشهر ريال انطح ريال. ابشر هاتوا رك هاتوا رك هاتوا خذ مبروك عليك ها بس لا تنسى اخر الشهر يا جاب ها يلا وادخل اكتب خلاص يلا. تقرر تطبيق نظام سعودة محلات الجوالات مطلع الاسبوع القادم، وسوف يكون هناك جولات تفتيشية من الوزارة على محلات الجوالات، وستطبق العقوبة على المخالف منها. ننتقل إلى الخبر التالي. ذا سوقك اللي مزعجنا فيه بالاخير مقفل يا ابوي. متاكد فاتح له اسبوع؟ يمكن انه مقفل عشان صلاه. وش صلاته يا سبك انت؟ باقي ساعه على اذان. يا الحبيب لو سمحت. هلا والله. وش السالفه؟ ليش محلات الصيانه مقفله؟ ما تدري انت؟ محلات الجوالات سعودوها والاجانب راحوا. ما تتابع الاخبار انت وياه؟ بالله عليك هذه اشكال تتابع اخبار؟ يعطيك العافيه عموما. الله يعافيك. دعوه سعودة يا عيال. يا من حلالتك هذا شكله نفسية مرة. يا شباب ما تعرفون أحد من صيانة الجوالات؟ لفيت مجمع ذا كله ما حصلت. في ذمتك. طيب جوالي منكسر كيف بصلحه؟ أقول لك لي ساعة ما حصلت. وش الوضع يا عيال؟ الوضع سعودة. شو نسوي؟ ما حد يعرف يصلح جوالك. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمة الله. أنتوا جايين تستأجروا محل هنا؟ لا. احنا جايين نصلح جوال خوينا. ليه تسأل؟ طيب تعالوا شوية. ايه ايش بو ده؟ تعالوا بس حال. ايش بغيت انت؟ امشي امشي يا عيال خلينا نشوف الشيبي ده. انا احمد فن صيانة جوالات ما تخافوش. جيت والله جابك. هذا جوالي مكسور نبي نصلحه. سامحني. وطوا صوتكم لو سمحتوا. عندي ليكم عرض من الاخر. وش العرض؟ ايه رأيكم تفتحوا محل جوالات باسمكم؟ وانا اعمل لكم صيانه واديكوا شايفين مفيش صيانه ومن غير ما حد يعرف. هتدخلوا فلوس ايه كتير. ها قلتوا ايه؟ صفوا طابور طابور زي المدرسة. صف طابور انت يا يلا يلا ورع يلا ارجع ارجع ورع ارجع ارجع طابور زي المدرسة وصلح كل جوالاتكم. اوكي لفيت محلات جوالات الرياض كلها ما حصلت احد يصلح الجوالات الا انت. جوالك فيه مشكلة بالشاشة. مرنا بكرة وحسابك 500 ريال. الله يكثر من مثالك ويجمل حالك. مساك الله بالخير. مساء الخير مساء النور. اخلص لك زباين. البطارية ضعيفة على طول ما ادري ايش وضعها. ورني البطارية. ما لها علاقة. جوالك يبي له تغيير شاشة. تستهبل انت؟ وش دخل الشاشة في البطارية؟ لا يا شيخ، تعال اشتغل هنا محلي. تبي تعلمنا شغلنا ولا وشو؟ عموما هذا نظامي، عاجبك عاجبك، مو بعاجبك راح اشوف لك محل ثاني. خذها. لا والله يا حبيبي خلي عندك واللي تامر عليه ابشر بعزك، صلحه ولا لك اللي يرضيك. اوكي بصلحه، بس علشانك بثر وقعد تهايط حسابك 600 ريال. اعتبر وضعك منتهي. قصبا عليك. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله يا عم. يا هلا والله. يا هلا والله. مرحبا. يلا تحييك. تفضل. يا مرحبا. ومسهلا والله. هذا ابو عامر وهذا عامر بصلح الجوالات يا شباب. يلا تحييهم. شو امه ذا؟ حيا هلا عامر.
مصافحة مصافحة فقط مصافحة فقط الله يجزاك خير مصافحة فقط مصافحة 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 فقط جوالك معك مصافحة مصافحة فقط مصافحة أعطى جوال مصافحة 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 لعب مصافحة اقلب الجوال اقلب الجوال وين جوالك أنت؟ معي أعطني إياه هو ترى زين ما فيه إلا العافية وش فيه؟ وش بتسوي فيه؟ وش بسوي فيه؟ إيه بكسر أمه هنا جوالك يا عمي كلف 500 ريال ليش 500 ريال؟ ما يجي 50 يا ولدي عم عاد 50 ريال لا ما يجي بس علشانك رجال كبير أبشر بعزك أبسوي لك ديسكاونت ب 450 ألا ب60 يا ولدي وأحمد ربك وبكرة إن شاء الله وأنا جاي أخذه إيش نظامه ذا؟ السلام عليكم السلام هلا بيصلح جوالي طيب لا تنفخ يمه هذه خدامة جارتنا أم فهد جابته وهذا بعد جزاها الله خير هذا وشو؟ ما أدري السلام عليكم نبي ولدكم عامر صلح الجوال الله يجزاه الخير مصلحجية أم فهد مرحبا هلا والله أبوي هلا وسهلا كيف أقدر أخدمك؟ جوالي ما يشحن تبين بطاقة شحن أم 300؟ مو بطاقة شحن إيه خفيف أنت جوالك خربان فيه الآي سي تبين أغيره بألف ريال وش ألف ريال أنت مهبول مساكينة بحال 300 حلوة لا يا شيخ قاطمح أنت ها قلبت علي علشان بنت أقول تبين أزين جوالس عطني إياه بكرة يحضر لك بألف ريال خلاص خلاص صلحه أنك مجرم بعد أقول له الزرقة زينها بس أنت عامر؟ أخ سيكون عامر هذا 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 عامر أنت عامر؟ إيه عامر بس معكم أسير عموري ان شاء الله داخل محل محترم يا ابو الشباب ايه لا تمد يدك طيب افزع ورع الخمر يا شباب شو يدي اهو يا مخطه انت يا ما رح رح ايش تبي انت يا فك يا اخي تعال ايه سالفة يا عيال شو عندكم وش فيكم يا ولد يا ولد فك يا اخي فك عورتني اي طب من انتم من انتم اصبر يا ابوي نتفاهم طب علمني وش السالفة وش السالفة فك يا اخي دقيقة يا اخي اصبر اصبر يا اخي اصبر 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 يا اخي بتفاهم انا وياكم دقيقة يا أخي دقيقة هذا هو وش اللي هذا هو؟ والله ما سويت شيء طال عمرك أنا بسألك سؤال وباقي جاوبني عليه بكل صراحة بدون لف ولا دوران أبشر والله أنا جاوبك بكل صدق وشفافية والله ما سويت شيء تكفى تكفى الله يرحم والديك تكفى جوالي شاشته مكسورة تقدر تصلحه؟ أتحداك خوفتني يا شيخ ونازل من الدرج حركات ونظرات واخرتها جوال أبشر بعزك أصلحه بس ب800 ريال وخل هذول يدبش يجون بكرة يأخذونه من المحل أقول صلحه الآن يعني الآن بس العدة في المحل ما لك شغل في العدة تجيك وانت هنا أي بطني بطني يا شيخ شكله من الغدا مغص أبي الحمام روح من هنا يلا شوف الحمام هناك يلا طيب هلا أبي الحمام البطل أتحداك يا شيخ حمامهم أطلق من مجلسنا
خلنا ندق على ذا الخبر. الو، هلا احمد، اسمع ابرسل لك موقع وبيك تدز تجيني بسرعه. اوكي يا اخوي، مو بشغلك، تعالوا بس لا تتاخر. مع السلامه. الحين يجي احلى تقيله يا ولد. هلا. سلام. هذه الكاميرات يا معلم. الله يعطيك الف عافيه. اشوف عامر مو موجود، تبغى اساعدك شيء؟ لا لا لا، انت خليك توصل البضائع، البيع والشراء يبي له ناس فاهمه. توكل يلا. عامر يا عامر. احمد احمد، هنا هنا ورا. ايه الجوال يبيله تغيير شاشه. طب ارمي الموبايل. ما بقول انت ما شفت اللي انا شفته؟ يجعلهم يتولونك ان شاء الله. افسخ الجكيت، افسخ الجكيت. تمام اوكي، انتبه. ها عشر دقايق والموبايل يبقى جاهز. كفو يا الذيب. سم طلع. راح شب لي هذا، وش سوي في الحمام ذا؟ وش بيتأخر؟ أبشر طال عمرك أبشر. لا بالله. عامر عامر يا عامر يا عامر. هلا. الموبايل بقى مية مية خالص. مية مية. دقايق حطها هنا. خل اسحب. دخله الجوال. هذا الجوال وضبطناه، واعطيك ضمان 10 سنوات على شغل اليد والشاشة. اوف يا وش ذا الريحة ذي؟ هذه ريحة الغرة، تعرف حنا ما نحط إلا غرة أصلا، بس كلها يومين وتروح الريحة. أعوذ بالله، وش غراكم ذا يا ساتر؟ شوف غرة أصلي. هذه 1500 ريال تستاهل يا ابن البلد. كفو 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 يا شيخ البلد. الله يحييك، مع السلامة. روح. أتحداك. تعول تعول، عاجبك اللي احنا فيه؟ يعني انت مشغلينك مراسل وانا مندوب مشتريات، وياسر وعامر ماكلين الجو. لا وماكلين الفلوس كمان. انت اللي علمتهم مكان السوق، تبغاني اتهرج لهم؟ لا، لو فتحت موضوع انت، انا عارف عامر كالعاده حيكرشك. انا افكر انه نفتح كشك ونسحب عليهم. كشك بدون صيانه ما يسوي. خلي موضوع الصيانه هذا عندي، تعال عند احمد واعلمك ايش اللي حيصير. تعال روح. اوكي انا اعلمك حصتين فك الشاشه وتركيبها، بس ها اكتر من كده لا، دي اسرار مهنه. وهاخد على الحصه 1000 ريال. ما هو اهدى، ما عندك مشكله حبيبي، بس الموضوع بيننا ما يوصل لياسر والعامر، وان شاء الله الموعد عندي في البيت. حلوين ماشي. اوه هاي روح. وش تسوي انت؟ وش قاعد تسوي؟ افحص جهازك اشوف وش فيه. عموما عطنا رقمك وبكره تجي تستلم جهازك. بالله سيقالها بل صلح الحين قدامي. انا وش اضمن لي يمكن تحفظ الاسامي والصور عندك هنا؟ اقول خف علينا يا القطعه انت وذريتك.
هذا نظامنا، تبينا نصلحه ولا انقلع شوف لك محل ثاني؟ يا رجال اساسا ما بيصلح عندك ابوك يا الموسوس. ايش فيك تضحك انت بعد؟ الله يعينك على هذه العينات اقسم بالله. امين. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وينك انت؟ دق عليك ما ترد. مشغول. اركض في ديتك يا المشغول. امسك. خذ هذه ودها لاحمد خله يصلحها. سريع سريع ها. وقع هنا انت. مبروك 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 مبروك. يعطيك العافية. الله يبارك فيكم. تعال 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 شوف شوف اللي جنبنا. تعال اللي جنبنا. تعال امشي. ايه وش عندكم هنا؟ ايش اللي ايه؟ هذا محلنا انا والاستاذ كفته. محلكم؟ وانا اقول الايام اللي راحت وضعكم غريب، اثركم تجهزون للمحل وحاطين صيانه بعد. ادق على احمد لي يومين ترى ما يرد علي وموقف شغلنا. يكون انقفط يا ابن الحلال. بكيفه انقفط ما انقفط بس يزبطنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندك شاشه الجوال ذا؟ لا والله موقفين الصيانه يا الحبيب. تعال عندنا صيانة. تعال ارحب يا معلم. وحبا حبا باللي جاء ويا مرحبا. طيب بالدور 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 بالدور. ارحب 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 ارحب. كلكم مع الخصم بالدور بالدور. حلوين حلوين. براحة انتوا براحة. الحق ما تلحق الحق ما تلحق. أبوك يا الزحمة والله وراحت عليك يا عموري. وش الدبرة الحين؟ لأن اللي اشتغلنا زين وأحمد ما يرد علينا وشوكو شوكوفته ماكلين أم الجو علينا. يا رجال قدمت على الدورة اللي مسوينها، تدري متى قالوا لي موعدي؟ متى؟ بعد 6 شهور. والله وقع هنا. مبروك. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا، عندنا جميع انواع الصيانه. ارحبوا ارحبوا ترحيب المطر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضلوا اهلا. حاضر حاضر حاضر. اجل هذا اللي انقفط ها؟ انا اوريك فيه، اذا ما خليته ينقفط ما اكون عامل. الو يا ابوي ايش الهرجة؟ ما في زباين يجوا ولا ايش؟ وعرفني. هذا هو هذا هو الاجنبي اللي فات محل جوالات ولا طاق لكم خبر. ما في مكتب العمل، فاتك لو سمحت. سم طال عمرك. اسفين طال عمرك. ما عاد اسفين. ابشركم. اتجوزت سعودية وفتح المحل ده باسمها، يعني من الاخر الراس بالراس. وخلى عنكم الهرج الفاضي واتحداك كمان. اركض في ديتك يا السبك. اركض في ديتك.